تقرير تاني نطلع بيه بقى الفاصل على طول ونرجع مباشرة نستقبل ضيفنا الكريم الدكتور سعيد خليل رئيس قسم التحول الوراثي للنباتات بمعهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية. لكن تعالوا نشوف مع بعض تقرير عن مدابغ في مصر، أعتقد كان حضره محافظ القاهرة، ونرجع مباشرة نبدأ في حديثنا لهذا الصباح. قامت محافظة القاهرة ووزارة الصناعة والتجارة بهدم مدابغ مصر القديمة بمنطقة مجرى العيون ونقلها إلى منطقة الروبيكي بمدينة بدر الصناعية، وتعد هذه الخطوة أولى الخطوات التنفيذية لنقل المدابغ. إحنا النهاردة بنهدم 18 حالة لورش ومدابغ تم الاتفاق على إزالتها، دي المرحلة الأولى من الإزالة، وتم تعويض الناس أصحاب هذه الحالات ب 35 مليون جنيه. هيتم تسليم الشيكات، سلمنا بعضها وهيتم تسليم بقى الشيكات تباعا اليوم للمنطقة دي. المشروع كله بيشمل 1066 ورشة ومدبغ هنا هو في المنطقة، زائد 250 محل تحت العمارات، وفي 1450 وحدة سكنية. ال 1066 ورشة ومدبغ طلب منهم 660 النقل إلى منطقة الروبيكي الجاري إنشائها في مدينة بدر.